حركت مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إعادة تفعيل المشاورات مع القوى السياسية الجمود المسيطر على عملية تشكيل الحكومة اللبنانية. وبدأ الرئيس عون مهتما بالبحث عن مخارج مقبولة بعدما طوى فكرة توجيه رسالة إلى البرلمان اللبناني لوضع عقدة التشكيل في عهدة النواب، إذ تبين أن من شأن هذه الرسالة فتح المجال واسعا على معركة صلاحيات بين الرئاسات. نحن عم نعمل مبادرة حتى تنجح، ولازم تنجح، لأن إذا ما نجحت في كارثة، لنحكيها بكل صراحة، وهيدا سبب تدخلي، وإن شاء الله تنجح. وسط مخاوف من انعكاسات الجمود على الوضعين الاقتصادي والمالي، دخل التعثر في تشكيل الحكومة شهره السابع في وقت يتشدد حزب الله بتمثيل حلفائه النواب السنة غير المنتمين إلى تيار المستقبل، وتتحدث مصادر مطلعة عن طرح صيغة حل أخير. المعلومات اللي تحصلت عليها أنه الرئيس البري قدم له جملة من الأفكار، لكن أبرزها أنه كان عملية تمثيل سنة المعارضة، نواب سنة المعارضة، أن يكون ممثلهم من حصة رئيس الجمهورية. هيك بهالحالة بيخسر فريق رئيس الجمهورية مقعد وزاري، لكن غير هذا المخرج لن الحكومة لن تبصر النور. تحتاج هذه الصيغة إلى موافقة الأفرقاء جميعا، علما أنها تحول دون حصول فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر على الثلث المعطل في الحكومة المفترضة، وسط اعتقاد البعض بأن ثمة من لا يرغب في تشكيل حكومة في لبنان. استحداث عقدة السنة، أول من طلب السيد حسن هو اللي عمل المؤتمر الصحفي وقال 1000 يوم بنستنى وبلاهم ما بيجي. يعني العقدة وقعت عند حزب الله، واللي عطل الحكومة اليوم حزب الله، وهو اللي بيحمل مسؤولية البلد لوين وصل ولوين إسا بدنا نوصله. توصف جولة المشاورات الأخيرة التي أطلقها عون بأنها الخرطوشة الأخيرة لحل عقدة الحكومة، ولكنها لن تؤدي هدفها دون تنازلات. معاودة الحراك السياسي يعكس إقرارا بمخاطر استمرار الجمود الحكومي في وقت فتح ملف الحدود الجنوبية على مصراعيه، ما يتطلب إعادة اعتبار لمنطقة التسويات، وإلا فإن المخاطر المقبلة لن توفر أي فريق. كلوديا بحنا، الغد، بيروت.